مصادر تؤكد بأنه تم تأمين حضور 3 لاعبين محترفين بشكل رسمي لمباراة منتخبنا الوطني أمام إيران، والمباراة الودية الثانية اللي ننتظرها راح تكون مع الفريق اللي يختار الاتحاد العراقي. اللاعبين اللي تم تأكيد حضورهم هم كل كيفن يعقوب، زيدان إقبال، وعمار محسن. وهناك أكثر من 5 لاعبين محترفين في أوروبا بانتظار تأكيد تواجدهم أيضا في صفوف منتخبنا الوطني. الناطق الإعلامي اتحاد كرة القدم العراقي يؤكد بأن الاتحاد العراقي قد وافق على خوض مباراة منتخبنا الوطني القادم أمام إيران في العاصمة الإيرانية طهران، على أن يبدأ تجمع منتخبنا الوطني يوم 20/3 المقبل، ويستعد لغاية إقامة يوم المباراة. أكد مدرب منتخبنا الأوروبي الكابتن راضن شيشل بأن المنتخب سوف يخوض تجمعه الأول في العاصمة القطرية الدوحة استعداد لخوض منافسات بطولة قطر الدولية الودية. وأكد المدرب راضي شنيشل أنه منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نعمل على متابعة اللاعبين ضمن الأعمال المسموح لها بالتواجد في مع الأولمبي، حيث تم تحديد القائمة الأولية التي صار تقليصها قبل السفر للدوحة. وأضاف الكابتن راضي شنيشل بأن ملف اللاعب المحترفين تم دراسته بعناية من أجل اختيار اللاعب الأفضل لتدعيم صفوف الأولمبي تحضير استحقاقات المقبلة، وبيّن بأن الدفعة الأولى من خياراتي التي ستتواجد في بطولة الدوحة الدولية الودية هي 5 لاعبين، وهم كل من إيفريت بارام محترف نادي نورنبرغ الألماني، مصطفى عمران محترف نادي أتلانتا الإيطالي، هاني ناصر محترف نادي تريلبروغ السويدي، علي حيدر محترف ستوك سيتي الإنجليزي، ومانويل إيليا المحترف دفينتي الهولندي. واختتم المدرب راضي شنيشل الحديث قالا أن بعض الأسماء التي سبقت تواجدت مع الأولمبي في بطولة آسيا الأخيرة ستكون ضمن مفكرتي أيضا، لكنهم حاليا ضمن أجهزة مدرب منتخبنا الوطني كأساس. هذا وقد أكدت مصادر بأن راضي شنيشل قد استدعى لاعبين محترفين أيضا، وهم كول من بلاند آزاد اللي يلعب في صف منتخبنا الشبابي واللي ما استدعى عماد محمد، ومهاجم نادي هرسبوري أمين الحموي إلى صفوف منتخبنا الأولمبي المشاركة في بطولة قطر الودية الشهر القادم. وعن منتخبنا الشبابي اللي غادر اليوم إلى أوزبكستان لغرض خوض منافسات بطولة كأس آسيا للشباب المؤهلة لكأس العالم، حيث ضمت بعثة منتخبنا الشبابي ابن اللاعب عماد محمد، وشهدت البعثة غياب هداف المنتخب واحد أبرز مواهبي بلاد حسن بداعي انه غير جاهز، وما نعرف من اجتي هاي التصريحات في اللاعب جاي يلعب مع نادي غراف شابي الهولندي. وقبل لقاء منتخبنا الشبابي امام منتخب اندونيسيا، الصحف الاندونيسيه تنشر خبر مفاده عن غياب ابرز محترفين في مانشستر يونايتد ولاتسيو الايطالي وكريستال بالاس الانجليزي، ابرزهم زيدان اقبال. وافادت هذه الصحف بان مدرب منتخب شباب العراق كابتن عماد محمد قام باستدعاء لاعبين محترفين فقط من خارج العراق ليضمهم لصفوف منتخب الشباب.